والآن مشاهدينا إلى شباك هاشتاج، ونرصد فيه اليوم أبرز ما شغل بال القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي. وتنضم إلينا سونيا الوافي من الدوحة. أهلا بك يا سونيا، مساء الخير. إذا سونيا، يبدو أن خطبة إمام الحرم المكي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها كثيرون تمهيدا للتطبيع. صحيح ديما، شكرا لك. بالفعل خطبة السديس الجمعة الماضية أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الموضوع ككل هو لا للتطبيع، وقد تعددت في الفترة الأخيرة التغريدات والهاشتاجات التي تتعلق بهذا الموضوع، من بينها التطبيع خيانة ولا للتطبيع وضد التطبيع وخليجيون ضد التطبيع وغيرها من الهاشتاجات. لكن الهاشتاج الأبرز الذي ظل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي على مدى أيام تقريبا منذ يوم الجمعة الماضي إلى حد اليوم، وهو يتصدر هذه المواقع، هو هاشتاج السديس. بما أن السديس طبعا إمام الحرم، تربى على صوته وعلى خطبه أجيال، هذه الأجيال منها آلاف موجودين حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا مسهم بشكل مباشر الكلام الذي ألقاه السديس في الخطبة، مسهم في دينهم وفي شعائرهم وإلى غير ذلك. لذلك العديد من المغردين من قطر ومن خارج قطر، كذلك من العالم العربي ككل، غردوا وكتبوا تحت وسم هاشتاج السديس. طبعا أغلب هذه التغريدات كانت ضد ما ألقاه السديس في خطبة الجمعة، واعتبروه الزج بالسياسة في الدين، والعكس بالعكس كذلك، اعتبروه أيضا تمهيد للتطبيع من قبل المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان العربية، التطبيع مع إسرائيل على غرار ما قامت به الإمارات مؤخرا. إذن نبدأ ببعض التغريدات التي نشرت في قطر، وبندر الشافي الذي كتب: تطبيع السعودية مع إسرائيل قادم لا محالة، بقيادة وتمهيد من بوق النظام في مكة. السديس. وأرفق المغرد تغريدته بفيديو، نتابع منه اللقطة ثم نعود. توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من زروعهم وثمارهم، وأحسن إلى جاره اليهودي مما كان سبباً في إسلامه. وهكذا في وقائع كثيرة متعددة تؤكد أن حقائق الدين تستقى من الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة. مخالد الكبيسي كتب أيضا: عندما سمعت الشعراوي رحمه الله يتحدث عن عقاب مشايخ السلاطين يوم القيامة، تذكرت السديس وجماعته في السعودية. نتابع جزء من الفيديو الذي نشره المغرد مع تغريدته. شفاههم بمقارض من نار، فسأل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم خطباء الفتنة. ايه خطباء الفتنة؟ يعني الذين يبررون لكل ظالم ظلمة، دول خطباء الفتنة. هؤلاء هم الذين تقرض شفاههم بمقارض من ايه؟ الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر. تقرض شفاههم بمقارض من نار، فسأل. وردة كتبت أيضا: هؤلاء كانوا يحكون لنا قصة غلام سورة البروج ووقوفه ضد الملك، فلما جاء وقت التنفيذ قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، بل باتوا اليوم يباركون التطبيع والخيانة مع الاحتلال الإسرائيلي بدعوى العيش بسلام، متناسين دماء أطفالنا وملايين المشردين من 72 عام. بربكم، هل هذا يرضي الله؟ أيضا حساب تحت اسم راية الحق كتب تعليقا على صورتين، واحدة للسديس والثانية لرئيسة الأرجنتين. كتب: تخيل هذه المرأة التي بالصورة رئيسة الأرجنتين أسقطت الجنسية ممن يحملون الجنسية المزدوجة وشاركوا جيش الاحتلال، وهي من قادت مظاهرة في العاصمة ضد عدوان غزة. وتخيل السديس إمام الحرم يدافع عن التطبيع مع المحتل، يا ترى من فيهم يخاف الله؟ طبعا التغريدات حول هذا الموضوع لم تأتي
فقط من قطر، وإنما كما ذكرت في البداية من خارج قطر ومن عديد البلدان. كذلك حساب سعوديون ضد التطبيق على تويتر غرد في هذا الموضوع وكتب: هل من المنطقي ألا يفرق السوديس بين المشرك المسالم والمشرك المحارب لعباد الله ودينه؟ نحن مأمورون بالإحسان للأول ومكلفون بمدافعة الثاني بكل الوسائل. نحن سعوديون ضد التطبيع حتى لو بقينا آخر المتمسكين بديننا وثوابتنا. إذن ديما كانت هذه كل التغريدات الخاصة بهاشتاغ السوديس الذي يتعلق بموضوع لا للتطبيع بالنسبة لليوم. والكلمة لك. نعم سونيا، شكرا جزيلا لك لرصدك كل هذه التعليقات.